عشان فاروق فتحها في ساعه اجتماع المدرسه. يعني مش اي حاجه من اللي حصل بالظبط. كان مجموعه هزار بس الطلبه، مجموعه هزار الطلبه بيهزروا مع بعض في حصه، كانت حصه احتياطي، حصه سبعه كانت حصه احتياطي. فالمدرس كان بره الفصل ساعتها بالفصل، الطلبه قفلوا الباب على نفسهم، كانوا قاعدين يهزروا كده بيغنوا بالظبط ويرقصوا. هم شالوا زميلهم، الطالب كانش لابس اللي هو نظام البناطيل اللي هي لا البكليت ديت اللي هي الاستيك دي بكلام يعني. فهو هم بيشيلوه البنطلون نزل، بس كل اللي حصل مش اكتر من كده، عباره عن بيهزروا مع بعض اكتر من كده مفيش. انما كان في صور والكلام ده وفيديوهات، مفيش الكلام ده خالص. الكلام ده لو حضرتك عايز الفصل كله بحاله يشهد على الكلام ده وتساله مفيش مشاكل. انما الاجراءات بالظبط كده اللي جات لنا الثلاث طلبه اللي كانوا عاملين الهزار ده اساسا، والمدرس جابهم لنا ساعتها في حصه 7 نهايه اليوم الدراسي. التليفون حتى اللي كان متصور شفنا التليفون، التليفون ما عليهوش اي حاجه خالص. هم زعموا ان هو متصور والكلام ده، التليفون احنا خدنا التليفون وحرزناه وطلعناه عندنا في المكتب بالظبط اللي حصل. وبعد كده جبنا الطلبه تاني يوم، لان الطلبه كانوا بعد الحصه 7 انتهت، كان الطلبه مشوا منهم تاني يوم الصبح بدايه من الطابور بتاع الصبح. اجتمعت لجنه انضباط المدرسه بتاع قرار الوزاره، اجتمعت وطلعتهم قرار فصل منع التحقيق اللي اتعمل معاهم، اتعمل لهم قرار فصل اسبوع. بعد كده طبعا احنا خدنا الاجراءات اللازمه في مدير المدرسه، نحول المدرس التحقيق في المدرسه وحقق معاه، وحول قراره ونشره قناه في الاداره عشان تتخذ اللازم وياه، لان هو متسبب في المشكله الرئيسيه الاساسيه. التليفون ولي الامر والطلبه وكل واحد ولي امره جه وكتب تعود على نفسه. التليفون ولي الامر خده بعد ما اتفرمت كل اللي عليه اساسا، لان ما كانش عليه بس اتفتح كله عشان زادت التاكد قبل ما يتاخد، قام داخل على الكمبيوتر متفرمت كله، وولي الامر خده وكتب تعود على نفسه طبعا ان ما فيش تليفونات تيجي طبعا. وكده ولا كده طبيعي، المفروض ما فيش تليفونات تيجي المدرسه دي رسمي، ما فيش تليفونات واي طالب ما يبقاش له تليفون في المدرسه. ولو جت حضرتك هتلاقي في المكتب بتاع مدير المدرسه التليفونات، مجموعه التليفونات ملمومه اساسا من الطلبه باستمرار. يعني ولي الامر اللي هو فادي مستني عشان ياخد تليفون ابنه، الاستاذ اللي قاعد في المكتب جاي عشان ولي الامر جاي ياخد تليفون ابنه ويستلمه بنفسه، مفيش اي حد، مفيش اي طالب يبقى معاه تليفون.